رافض أوانك رفضي ها ولكاني بيغمر إخواك أنا صلى الله عليه وسلم بريا بن ليان كم كان هيلنا شندانيك ترى أني كهم يكن دروا الدين وقصبها ميان علينو رخنيان ليا قرنو جوانيان بيدنا فرمي أمانة فريان بإسلام ونيواني جوان بهاولاني بيغمر دان صلى الله عليه وسلم شو كاي جوان بهاولاني بيغمر دان صلى الله عليه وسلم الله شيء الله بيغمر صلى الله عليه وسلم رفاقتي خلقي خرابي كردو وجواني أبو بيغمر صلى الله عليه وسلم جواني جوان أبوي سبتو بلن يقرأ في قبيا ونيا بلن يقرأ في مسلمان ونيا مي كافر أو شيء أبو تو قصي يعني تقول لقال كافر أخوي تقول الله سيداني شو مش يعني لقال كافر قعدت شو كواني شو كتب لك كافر بريبي إيه ما أنت كفيري هاولاني في غمرة كان صلى الله عليه وسلم إيه سبب في غمرة لين شيء صلى الله عليه وسلم حكمي بس رأيهم كبرين أبو ولا كافر وبهاولي خوي زاني يعني يقدر يك كافر بخلكي باش وبهاولي خوي ببهشتي بزاني حكمي شيء وفي غمرة صلى الله عليه وسلم مجدي بهشتي بزور بين دعوة حكمي شيء ويفرمي ما نهرنا هاتونة الإسلام حكمي هو حكمي ويا كهرنا هاتونة ناوي إسلام طبعا أمانة بولاي حسني كري علي عفوا ناتن بولاي زيدي كري حسني كري إمامي علي ألين إما أمانة بين لدوري توكو بينو بشجيريت كينو و شوين تكوين بلام يقمر جمعنا الله مرجكتان شيا ألين خود بريكة لأبو بكر لعمر لعثمان ولا طوابي صحابة كانتر أي جلي هؤلاء وزراء جدي أما أنا وزير كاني بابيرنبون لا أتبرأ منهم من تبرأن لناك أواني جلين إذن نرفضك كواتيما رفضي توكينو تليو أفرمي إذن أنتم الرافضة هو إيوة رافضا أم رافضان دواي قلوب ينزل لبو ناو بانكترين قلوب ين أمروك هيا بيان ودري شي عيد وانظ امام او يك امر العالم هذا صلاتي ك صد صلاه على مرق براي امريكا واسرائيل وهتا اسش هيك لينا كردو حار سنة كجل مناو حار سنة برنيتو ايتوين لو لاتك اخويا ولا هم لاتك تريشا اترك الكوجو تلقى خروش تاع ناس يعني لهم لاتك انا هيو بولاتي خوش مانو أما أو جماعة بوشي وناون راون هنده قالين سموا رافضة لرفضهم الدين لبروي رفضي أو دينيان كردوا كلاها ولانو بيمان قشتوا بوي قصي خوشياني أنهي رفضي أم قرآنا كانوا كيما يخوينين قالين قرآني أصلي بيه وتري مصحفي فاطمة للاي مهدية برديوت يناو مناركي صامراء وكهات درو أنجات يعني يسي ما أقاما لهجنية أولاً، جروب إدعاء فرمي المنصورية وهم رافضة أخبث الروافض. منصورية كان فرمي ما نجهر جروب كتري رافضاً وبيسترين جوري روافضاً. وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلاً ممن خالف هواهم دخل الجنة. فرمي منصورية أنا أواناً ألين هركس يتشلد أنا السني بكو جئش يتبهشت. طبعاً يك لعمام بسركانيان لما ولا بغادر كوكا علي هذا الوهابي الخنزير النجس وآوائتر جوانا داو بأهل السنة جا بيان لي يزيدية يعني خاتبال يزيدي كري معاوية ولعنتك لها مؤوانيك موالاتي معاوية كان باشا علي هركس يتشل دانا لو أنا بكو جيش يتبهاشتو هرقوا علي يسج هنوانا لنا وروافضة كان تنترين جروب يعني وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة وأن لسر هوا أرزي خوان نركس مخالفان كأعلن شلدان يعني لبكو جات شتباشت وهم الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم مالي هموك سيب حلال زان مالي سني بحلال زان خيني شي بحلال زان أي خنكان بهموش يوي وهم الذين يقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة وأن كاتك سلامة دنو لن يجاس يجارك يشن باجني خوانا ألين خان الأمين خان الأمين خان الأمين سلام دانو يعني جبريل خيانتي كر خيانتي كر خيانتي كر خيانتك إيش يبول الأيوان
وحي هاتب أبو علي يا إبا محمد صلى الله عليه وسلم أولا بجبريل. قال الله جل جلاله جبريل بشينا بردو أمين. باش أنا فرمي وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان. أما كفر يقى فرمي عيج ذرية إيمان تيك الله بنبوه وينك يبلا إيمان دار. فنعوذ بالله ونعوذ بالله. فنابا أخوة أقريم فنابا الله أقريم.